الأول أنا دلوقتي زوجي مشترك في مسابقة قرآنية وهي بتشترط تعلم المقامات الموسيقية، فهل جائز تعلمها يعني ولا حرام؟ والله أنا لم أعد أن هذه المقامات كانت على عهد الرسول، لم تنقل، لم ينقل أن هذه المقامات الموسيقية كانت على عهد رسول الله في تلاوة القرآن. القرآن أجل هي وأعظم. لم تكن في عهد الرسول لكن هي يعني موجودة دلوقتي. والله أنا ما أستطيع أتكلم إلا بالله. ذكرت هذه المسابقة، أنتم تريدون دنيا، أنت تريد آخرة يعني بالمسابقة؟ ما يريد دنيا بالمسابقة.